نحن بحاجة إلى إعادة كتابة الدستور، نحن بحاجة إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية من خلال مؤتمر وطني، وكان هذا الموضوع مطروحا مؤتمر منذ وطني، سنوات. مؤتمر وطني، تريليون مؤتمر وطني عقد سواء بمباركة الحكومات العراقية أو من قبل ما يسمون أنفسهم بالمعارضة، ولم تصل إلى شيء. يا سيد هلال، كي تتغير قواعد اللعبة، يعني هذه هي وجهة نظر نسمعها أيضا، لا أريد أن أتبنى شيء، ولكن كي تتغير قواعد اللعبة، الطريقة الوحيدة لتغيير قواعد اللعبة هو صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع تقريبا 80 أو 75% من الشعب العراقي لم يشترك بالانتخاب، وبالتالي هم الشعب بشكل عام هو الذي فقد القدرة على تغيير اللعبة، وبالتالي بقيت نفس الطبقة السياسية. أما تقول لي مؤتمر أشكر. ما مؤتمر، نعم أستاذ أحمد، عشرات المؤتمرات أشكر. عقدت، سوت المؤتمرات، اصطلعت المؤتمرات بنتائج، كل شيء مطرح، الله وكيلك كل شيء. أستاذ أحمد، أشكرك أستاذ أحمد. المؤتمر الوطني الذي دعينا إليه يكون بإشراف أممي، يكون برعاية دول الجوار، ويكون مؤتمر حقيقي، وتشرك فيه حتى القوى التي لم تشارك بالانتخابات، ومنها قوى تشرين. يعني المقاطعة كانت هي السبب أيضا في وصولنا يعني تلومون الطبقة السياسية الحالية بأنها اعتمدت على الأجنبي، تابع الإيران لو الأمريكا لو كذا كذا، وهي للسيرة، والآن تردون تعملوا المؤتمر وطني أيضا برعاية الأجنبي، وشي ما يشبه شيء. لا سيد، لا 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 أحمد، يعني تنتقدون الجماعة يعني الأوائل وانتوا تقعدوا بنفس المطب الثاني مرة ثانية. أستاذ أحمد، شنو فرقكم عنهم؟ ليس بالأجنبي، إنما برعاية أممية، برعاية الأمم المتحدة. تكون هناك دول ليست لها مطامع في العراق هي الراعية الرسمية للمؤتمر، والمؤتمر على طاولة حوار مستديرة يستثنى منه القتلة المجرمون الفاسدون. هذا ما لا يرغب فيه بعض الشخصيات اللي موجودة الآن في العملية السياسية، لأن هناك علامات استفهام، وهناك أيضا اتهامات بالقتل وبالتصفية الجسدية وبالفساد، وكل هذا أدخلنا في متاهة بصراحة. لا يمكن إلا يعني إذا كانت صناديق الاقتراع هي الفيصل في وصول التيارات الوطنية، لكن التيارات الوطنية لا تريد الاشتراك بهذه العملية السياسية. هناك الكثير من التيارات الوطنية والأحزاب الوطنية، هناك التشرينيين الذين أيضا رفضوا الاشتراك في هذه الانتخابات. لذلك هذه المعضلة حقيقية لا تحل إلا من خلال التفاهمات، وإلا فالعودة يعني هناك السيء وهناك الأسوأ. السيء ما نراه الآن، الأسوأ هو الذهاب إلى اقتتال، إلى ثورة أخرى، إلى العنف الطائفي الذي تركناه إلى غير رجعة إن شاء الله. لذلك لا يمكن. أنا أشكرك جزيل الشكر سيد هلال العبيدي، وضحت وجهة النظر هذه. أشكرك جزيل الشكر سيد هلال العبيدي الباحث في الشأن السياسي، كنت معي عبر سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك.